55. انا عديتهم 55 لكن ما كملتهم كلهم. طيب. ما تزوجتهم كلهم. خلينا نجلس ونسمعها بالتفصيل. يلا اعطنا ياسين القصة. مرحبا. في احد الدول الافريقية دخلت لها من حدود من شمال حدودها، وكنت دافع البسكليت ما يقارب 15 لين 20 يوم ما اتذكر بالضبط. والمهم طريق غير معبد زي هذا اللي تشوف خلفي الان. أيوة. يعني كان الطريق زي كذا، زي كذا، مو زفلت ولا شيء، لا لا لا، فقط جبال وماشي وسط الغابات. وصلت لقرية، عندهم قرية غريبة شوية، عندهم جبل كبير يشبه امرأة، ودخلت تعمقت في الغابة داخل، وجدت أحد القبائل اللي حكولي قصة عن هذا عن الجبل، صحيحة ولا مو صحيحة ما الله أعلم، المهم هم اللي حكولي القصة، قالوا لي بهذا الجبل أنه يعتبر إله بالنسبة لهم. يا الله ما شاء الله، يعني سبحان الله كيف يفكرون. وطلبت من زعيم القبيلة حقهم أجلس عنده 3 أيام، قال لي مرحبا بشرط لازم تجلس عندي في القبيلة وأديك بنات. طبعا أنت كنت منهك، كنت منهك يعني مضطر أنك تجلس عند القبيلة. تعبان. ودخلت شيخ القبيلة بعدين. دخلت قلت له أجلس عندك 3 أيام، قال لي مرحبا أبشر ولكن بشرط تتزوج عندي. قلت له لا أنا مو جاي أتزوج، يعني جاي أجلس أكتب كتاب أتعرف ثقافات وأمشي. فقال لي لا ما حتطلع عندي من القبيلة، ففرض علي الجلوس بالإجبار. بالإجبار يعني ما قال لك لا، يعني مو لا كرم، لا إجبار. لا إجبار، لازم تجلس. وهم عندهم شوية ما أعرف عادة، لأنه شاف لوني رغم أني مرسته أبيض أبيض. أيوة. فقال لا أنت لونك أبيض والله فرق بين الأبيض والأسود. أيوة. هذا معتقد عندهم يا جماعة، ومعتقد غلط يعني مو صحيح. فرق بين الابيض والاسود، والابيض الدال خير والاسود العبوديه وكذا كذا كذا. المهم انا رغم هذا الكلام اللي كان يتكلم موضوع ما دخل دماغي، يعني ظنيته يضحك. فركبت البسكليت عايز امشي يعني ما ارتحتش للمكان. فقال لي لا طلع كلاشينكوف ما حتمشي، طلع سلاح. قال لك ما تمشي نهائي. يا الله. فاضطريت اني اجلس غصبا يعني، وجلست دخلت الاغراض للخيمه. وشوية طلعت وجدت أمة لا إله إلا الله، الناس مجتمعين لأن شكلي غريب والدراجة. أيوة. فأنا واخد الموضوع بهزار يعني، مو ما دخل جديا، لسه ما دخل لحد الآن. أنت مو مصدق؟ مو مصدق يعني. فأعد في البنات والنساء وكذا، وأضحك وألعب مع الأطفال، لين ما عدد النساء اللي عندهم بالمجموع 55. فجيت عنده أنا أضحك، قلت ليش نساء القبيلة بلا 55. المتزوجات واللي مو متزوجات وكل شيء. اللي عديت انا. أيوة. انا جيت اضحك معاه قلت له يعني ايش اخذ وحده ولا كيف؟ فقال لي لا كلهم. هون بدات الصدمه، انا بديت اصحى انه كلامه جدي. هو الهدف منه يبغى يحسن نسل القبيله على اساس لون بشرتك يعني. لون بشره والله مع انك مو حلو انت. مو حلو والله، شوف اقرع. ايوه. واضطريت اني اجلس ما يقارب اسبوع او اقل، وبعدها هربت في الليل. بعد زواج من كم مرة؟ واخذ الموضوع بهزار يعني، ولكن في تلك اللحظة تغير الموضوع لما شفت أن الأمر واقع، حطيت في أمر الواقع وفرض علي يا إما تعيش يا إما تجلس عنده، يا الموت يا أنك تتزوج الخمس خمسين. تتزوج مو مهم، في يوم في يومين في شهر في سنة مو مشكلة، المهم قال لك اجلس لين ما تخلص. فأنا بعد أقل من أسبوع أو أسبوع هربت في الليل، ويعني كان عندي مشكل يعني معاناة نفسية، لأن أنت جالس رغما عنك والموضوع يعني مخيف جدا. الآن ممكن لأنه صار زمان 2017 فممكن الناس يظنوه أنه مزحة أو شيء، ولكن الموضوع كان مخيف. والحمد لله أنا اضطريت أني أهرب والحمد لله. وطبعا الكلام هذا كله موثق باليوتيوب. كل شيء موجود صح؟ في اشياء ما نشرتها ما ينفع تنشر لنا، خادشه للحياه يعني، خادشه للحياه. وفي اشياء موجوده، وفي اشياء انا بعمل فيلم ان شاء الله على قناتي مغربي. فبعد مده الحمد لله قدرت اني اهرب في الليل لما جمعت اغراضي وبالبسكليت وهربت في الليل، ومسافه طويله ما يقارب 100 كيلو تقريبا هربت، وكانت طريق صعب جدا ومعاناة والحمد لله. وفي عادات غريبة جدا في القارة الأفريقية. رحت هجيت بعد 100 كيلو وقفت. يا قوباس ما تعبت. يا قوباسك ما شاء الله تبارك الله. في عادات غريبة في قرى ما يلبسون لباس أصلا ما يلبسون لباس. هذه شيء خلينا نعتبر نحمد الله سبحانه وتعالى أنه أكرمنا بنعمة الإسلام. صحيح. يا رب لك الحمد والشكر. الحمد لله. عطنا من العادات الغريبة تقول لي. والله في هذه القرى اللي قلت لك يشاركون النساء ما بينهم، للمرأة حق تمشي مع أي رجل حتى لو كانت زوجتك،
وابنها ولو انجبت ابن ينسب اليك انت انت الاب انت زوجه. وفي اللي قبائل ما يلبسون لباس وفي اللي يموت ما يدفن لين ما تذبح كل الابقار مثلا في مدغشقر. يا الله في في اشياء كثير يا رب لك الحمد والشكر لله اكرمك حبيبي حبيبي. نهايه القصه الحمد لله. انت اليوم ايش تعلمت ما بعد 4 سنوات مريت بثقافات مختلفه ودول مختلفه وقارات مختلفه صحيح. ايش تعلمت من تجربتك هذه؟ تعلمت ان تثق في الله عز وجل. الله اكبر. وثقت فيه فان الله عز وجل يرزق الطير في السماء فما بالك العبد في الارض. يا الله. تثق فيه يعني ثقه كامله. وتعلمت الصبر وتعلمت ان الانسان قوي واي شيء يؤمن فيه يصل اليه باذن الله باصراره وعزيمته. صحيح. وانا تعلمت برضو من القصه ذي الاخيره